كتير. كان النهارده لما حصل قرارات التربيه والتعليم لقيت اولياء امور بيتكلموا او بيبعتوا، طب واحنا اخبارنا ايه؟ اشمعنى الجامعات مش زي المدارس؟ ما دول طلبه ودول طلبه. هل مصلحه طلبه طلاب الجامعات انهم يبقوا طبقا للبرنامج اللي عاملينه في وزاره التعليم العالي او مجلس اعلى الجامعات هو طبعا مصلحتهم الافضل؟ ده استفسارات حضرتك متوقعه، واحنا رصدين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه الكلام اللي حضرتك بتتكلم عنه، رصدين ردود فعل الطلاب. بس خليني اقول لحضرتك ان في اختلاف، هي المساله طبعا احنا حريصين على صحه ابنائنا ده رقم واحد، وعشان كده بقول لحضرتك ان لجنه اداره الازمه بتقيم الوضع، ولمجلس اعلى الجامعات بالتنسيق مع اركزه الدوله لو وجدنا الوضع في خطر من المؤكد ان هيكون في قرار يحفظ صحه ابنائنا والاساتذه والعاملين. لكن طالما الامر في الجامعات والمعاهد زي ما باكد لحضرتك، لان الامر بمقارنه بالمدارس، احنا بنتكلم حضرتك في المدارس القرار الخاص بهم النهارده يتصل ب 21 مليون طالب. نعم. وحضرتك تعلم مساحات الخاصه بالفصول الدراسيه الامر مختلف بالنسبه للجامعه. الحاجه الثانيه لما بتكلم عن طالب حضرتك في المراحل الاولى من التعليم امامه سنوات متعدده يقدر يعوض فيها ويمكن تعويض هذه المناهج. انما النهارده احنا حضرتك عندنا طلبه في كليات الطب البشري وطب الاسنان والعلاج الطبيعي والصيدله والهندسه هيتخرجوا هذا العام. وبالتالي في جرعه من المهارات العمليه اللي مهم جدا انه الطالب يحصل عليها قبل التخرج، دول هيكونوا مسؤولين عن صحه المواطن المصري وهيكلفوا بمهام هي شديده المهنيه، وبالتالي من المهم جدا يحصل على هذه الجرعه. حتى طلاب الكليات العمليه فيه التوجيهات اللي صدرت للساده رؤساء الجامعات والساده عمداء الكليات بتخفيف جداولهم في الدروس العمليه بحيث تراعي هذا الامر. سواء كنا بنتكلم حضرتك عن عدد الطلاب داخل المعمل او بنتكلم على اجراءات المشدده داخل المعمل، سواء بالنسبه للاساتذه او بالنسبه للطلاب ومتابعه اي مخالف، دي نقطه في منتهى الاهميه. لكن اللي احنا حريصين عليه الطالب ليست لديه فرصه اخرى للتعويض، وبالتالي لابد ان احنا نستغل. ليس لديه فرصه اخرى للتعويض؟ احنا حضرتك الطالب اللي هيتخرج السنه دي، طالب حضرتك اللي هيتخرج السنه دي في الخريطه الزمنيه عندنا مجموعه مهارات عمليه لازم نغطيها. طيب اذا كانت الظروف بالنسبه للتقييم الوضع في الجامعات والمعاهد حتى الان وفقا للتقارير اللي بترفع للجنه اداره الازمات من كل الجامعات، اذا في لا قدر الله في اي كليه او في اي جامعه نسب الاصابه بتزيد عن الحد، رؤساء الجامعات بيتصرفوا فيه.